للمزيد من المتابعة والتحليل معنا ومعكم هاتفيا الأستاذة هند الضاوي الكاتبة الصحفية. أهلا بك معنا أستاذة هند. إفريقيا وأوروبا قارتان برؤية مشتركة في قمة السادسة، أهمية التوقيت والطرح المتوقع في هذه القمة. بعد التحية لحضراتكم وللمشاهدين، نعلم أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعطي إفريقيا أولوية في دائرة السياسات الخارجية المصرية منذ أن بدأ حكمه في مصر، وهذا يعني أن إفريقيا تمثل أولوية وأهمية للسياسات الخارجية المصرية بكافة مناحيها ونواحيها، سواء كان المنح الأمني، الاقتصادي، السياسي، وبالتالي كانت دائما يعني إفريقيا حاضرة في كافة الاحتفالات والاحتفاءات الدولية باسم مصر. كان الرئيس دائما يتحدث ويضع العلم الإفريقي وأيضا القضايا الإفريقية على أي مائدة تطاول مع الدول الكبرى. اليوم القمة ما بين الاتحادين الإفريقي والأوروبي في غاية الأهمية. لماذا؟ لأن أوروبا غيرت سياستها تجاه منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وأيضا لأن إفريقيا تواجه تحديات لم تكن معتادة بهذا الشكل وهذا الحجم. نجد أن هناك حركات يعني مسلحة بدأت تنتشر في إفريقيا بشكل كبير بعد محاولة انسحاب غربية من الدول الإفريقية المطلة على الساحل وأيضا دول الصحراء. هذا يضع على مصر يعني مسؤولية كبيرة في فكرة إعادة ترتيب الأوراق الإفريقية من حيث وضع الأمن، مكافحة الإرهاب، إعادة يعني سيطرة الدول والمؤسسات الوطنية في إفريقيا على الوضع داخل هذه الدول. طبعا بالإضافة أيضا إلى أن هناك تحديات تركتها جائحة كورونا جعلت أو وضعت إفريقيا في مهب الريح، وبالتالي أيضا الدول الكبرى كلها وليس الأوروبية فقط كان عليها مسؤولية تجاه إفريقيا، لأن كثير من الدول النامية تقع في هذه القارة، بالإضافة أيضا إلى أن هذه القارة غنية بالموارد وغنية بكل مظاهر الحياة والطاقة، وبالتالي فقط إعادة ترتيب وتنظيم يمكن لإفريقيا أن تتصدر المشهد على مستوى عالمي. هذا ما يفعله الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، يطرح القضايا الإفريقية مع الشركاء الأوروبيين، قضايا الطاقة المتجددة وأهمية توسيع المشروعات التي تعتمد على هذا النوع من الطاقة في إفريقيا حفاظا على البيئة واحتراما للمناخ وأيضا يعني الاستفادة أو تحقيق الاستفادة القصوى للدول الإفريقية. نعم، يعني أستاذة هند، هذا هو المنظور الإفريقي الذي دائما هو حاضر في ذهن وفي طرح سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لكن هنا هذه القمة وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعني ربما الشق المصري حاضر وبامتياز أيضا، بمعنى أنه مصر الآن لديها تنمية مستدامة، لديها يعني منظور خاص بهذا الشق التنموي، لدينا الكثير من المشروعات القومية في الكثير من المجالات، وبالتالي هذا اللقاء مع نظرائه الأوروبيين أعتقد أنه سيشمل العديد من الشراكات والاتفاقيات الاقتصادية الخاصة بأكثر من شق اقتصادي. نعم، يعني تعرفي أن مصر هي البوابة الأكبر والأكثر أمانا لكل القوى الكبرى دخولا إلى إفريقيا، بمعنى أن دخول مصر لأي شراكات ثلاثية ما بين إفريقيا أو أي دولة إفريقية وما بين الدول الكبرى، هذا يعطي ضمانة كبيرة للدول الكبرى، ومصر تستغل ذلك لصالح الدول الإفريقية، بمعنى أن مصر لديها كثير من الخبرات والمشاريع التي تعتمد على التنمية المستدامة، وأيضا لديها يعني أيادي عاملة ولديها كثير من الشركات في القطاع الخاص والعام. إذا أعطينا الشراكات الثلاثية وهذا ما يفعله الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم أولوية في التعامل مع إفريقيا، هذا سيعيد يعني تعريف المشهد الإفريقي الاقتصادي بشكل عام، بمعنى أن الرئيس اليوم يطرح على الشركاء الأوروبيين الكثير من المشروعات التي يمكن أن تشترك فيها أوروبا مع الدول الإفريقية النامية بمساعدة مصر ودعم مصر وشراكة مصر. اليوم يتحدث الرئيس عن كثير من هذه المشروعات، منها متعلقة بالمشروعات الصحية، إعادة يعني تأهيل البنية
التحتيه في افريقيا لجذب الاستثمار، بالاضافه ايضا الى توطين التكنولوجيا في افريقيا لمساعده الشركات الكبرى والاستثماريه على الدخول الى السوق الافريقي، بالاضافه الى الحديث ايضا عن يعني اسواق مشتركه ما بين اوروبا وافريقيا. الرئيس عبد الفتاح السيسي هو من اول من تحدث عن توطين الصناعات في افريقيا، لان افريقيا لديها كل الموارد، فقط مساعده من الدول الاوروبيه لتوطين التكنولوجيا ودعم مصر من خلال الايادي العامله وتدريب الايادي العامله في افريقيا والمشاركه في هذا الامر، كل هذا يغير وجه افريقيا، بالاضافه ايضا الى نقطه هامه وان مصر دوله قويه قضت على الارهاب ولديها خبره كبيره في هذا الامر، وبالتالي يمكن ان تساند الدول التي تتعرض للارهاب الان في افريقيا، وهذا ما تريد اوروبا. هناك تعاون كبير ما بين مصر وما بين اوروبا في مكافحه الهجره الغير شرعيه من افريقيا، وبالتالي ايضا يعتمد على مصر في هذا الملف، بالاضافه ايضا الى ان افريقيا حاليا هي محطه انظار العالم. تعلم كم الاهميه وصلت فكرتك استاذه هند الضاوي الكاتبه الصحفيه، اشكرك جزيل الشكر.